أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: استمرار العصيان المدني لطلاب المدارس والجامعات العراقية تضامنا مع المتظاهرين لانتفاضة تشرين. وفي العنوان الثاني: استمرار القمع الحكومي للمتظاهرين وطلاب المدارس والجامعات في العاصمة بغداد وذي قار. أما في العنوان الثالث: مواقف بطولية لشباب انتفاضة تشرين توثقها كاميرات الهواتف النقالة في بغداد والمحافظات العراقية. أما في العنوان الرابع والأخير: الجالية العراقية مستمرة في تظاهراتها دعما لانتفاضة تشرين في العراق. ومن العناوين إلى التفاصيل: العصيان المدني مرحلة جديدة في انتفاضة تشرين، بدأها طلاب الجامعات والمدارس في العاصمة بغداد تضامناً مع متظاهري انتفاضة تشرين. دعونا نبدأ هذه الحلقة مع اعتصام لطلاب كلية الطب الكندي تضامناً مع متظاهري انتفاضة تشرين، فلنتابع معاً. أما طلاب قسم الصيدلة في كلية الرشيد الجامعة فقد انضموا إلى باقي زملائهم من طلاب الجامعات والمدارس في العصيان المدني احتجاجاً على استمرار الحكومة لقمعها لمتظاهري انتفاضة تشرين. دعونا نشاهد هذا المقطع. إيران برا برا بغداد تبقى حرة، إيران برا برا بغداد تبقى حرة، إيران برا برا بغداد تبقى حرة. بالروح بالدم نبديك يا عراق، بالروح بالدم نبديك يا عراق، ونذهب إلى جامعة بغداد حيث بدأ طلابها منذ يوم أمس باعتصام مفتوح لمساندة المتظاهرين في ساحات التحرير والتظاهر، واحتجاجاً على استمرار القمع الحكومي لمتظاهري انتفاضة تشرين. دعونا نتابع هذا المقطع من جامعة بغداد. بغداد تبقى حرة حرة، إيران برة. طبعا أما طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة في العاصمة بغداد فقد كان لهم نصيب كبير من الإضراب عن الدوام ودخولهم في العصيان المدني، حيث فاجأ طلاب المدارس الحكومة والأحزاب السياسية بهذه الخطوة، خرجوا بتظاهرات كبيرة دعما للمتظاهرين. دعونا نتابع بعضا من الإضراب الطلابي في مدارس العاصمة بغداد. Thank you.
حتى أشبال العراق في المدارس الابتدائية انضموا إلى أخوانهم المتظاهرين معلنين إضرابهم عن الدوام حتى تحقيق المطالب والمتمثلة بتغيير العملية السياسية والتغيير الشامل. دعونا نتابع هذا المقطع. أما القمع الحكومي لإضراب طلاب الجامعات والمدارس فقد كان حاضرا وبقوة. إحدى كاميرات الهواتف النقالة وثقت لحظة الاعتداء على مدرسة في إحدى ثانويات العاصمة بغداد أمام طلابها من قبل رجل أمن، وذلك بسبب إصرارها على الإضراب. هذا المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى ردودا غاضبة من العراقيين. دعونا نتابع. إلى تفاصيل الجزء الثاني من هذه الحلقة، كاميرات الهواتف النقالة وثقت العديد من اللحظات لاعتداء القوات الحكومية على طلبة وطالبات المدارس في العاصمة بغداد. دعونا نشاهد مقطعا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لاعتداءات القوات الحكومية على طالبات مدرسة في بغداد وبالتحديد في منطقة البنوك. دعونا نتابع. مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وثق اعتداء القوات الحكومية على طالبات مدرسة عتبة بن غزوان في منطقة الصالحية في العاصمة بغداد ومنعهم من التظاهر. دعونا نشاهد هذا المقطع. شوفوا يا عالم، شوفوا الطالبات الشريفات، طالبات مدرسة عتبة بن غزوان، شوفوا باعوا شد مجتمعين عليهم، شوفوا باعوا ذولا باعوا جد مجتمعين عليهم باعوا. اللي ما يستحون، اللي مو زلم، اللي مو رجال، اللي يجتمعون على نسوان، طيح الله حظهم. وين الغيرة؟ راحت الغيرة من طيح الله حظهم. باعوا باعوا باعوا. شوفوا المخازي، شوفوا شلون يعتدون على البنات الصغار. باعوا شلون يعتدون على البنات الصغار. باعوا باع المخازي، باع المخازي، ضربوهن، باعوا ضربوهن ضربوهن ضربوهن. لك وين الغيرة؟ وين الغيرة؟ قوات مدججة بالأسلحة تعتدي على أطفال المدارس. أما قوات مكافحة الشغب أو قوات مكافحة الشعب كما يسميها العراقيون فقد قمعت التظاهرات الطلابية في ساحة النسور والتي خرجت تضامنا مع انتفاضة تشرين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع فيسبوك. فلنتابع. يا
القوات الحكومية كذلك فرقت تظاهرة أمام كلية دجلة الجامعة في العاصمة بغداد واستخدمت القنابل المسيلة للدموع. نتابع هذا المقطع. هذه هي التظاهرات السلمية ترعب الحكومة والأحزاب السياسية. مدير مدرسة الريحاني في منطقة زيونة ببغداد يعتدي على الطالبات ويقوم بمنعهن من التظاهر تضامنا مع متظاهري انتفاضة تشرين. فلنتابع. بنات الريحاني حبيباتي تعالوا بنات. شرطة قضاء الشبايش في محافظة ذي قار تعتدي على الطلبة المتظاهرين وتقوم بمنعهم من التوجه لساحات التظاهر. نتابع. إلى تفاصيل الجزء الثالث من هذه الحلقة، نعرض لكم جانبا من المواقف البطولية التي سجلتها كاميرات الثوار في ساحة التحرير. فتى عراقي بقي واقفا يوم أمس بعد انسحاب أغلب المتظاهرين من جسر الجمهورية وبقي صامدا يتصدى للقنابل الصوتية والدخانية، مما دفع المتظاهرين للعودة إلى الجسر بعد رؤيتهم لثبات هذا الفتى الصغير بعمره الصغير وبشجاعته الكبيرة. فلنتابع. كما قلنا صغير بعمره كبير بشجاعته. مواقف بطولية لشباب انتفاضة تشرين وهم يتصدون للقنابل الدخانية في ساحة التحرير وجسر الجمهورية في العاصمة بغداد. فلنتابع هذه اللقطات. باع على بطل، باع شال هالبطل، باع البطل. علويات علويات علي، باع والله بطل، باع باع والله اسد، باع رجال بطل والله.
بطل والله. شباب انتفاضة تشرين في ساحة التحرير يقومون برمي القنابل الدخانية في النفق، ومن ثم يتعامل معها شبان تطوعوا لإطفاء هذه القنابل الدخانية بموقف بطولي، يعرضون أنفسهم للخطر. دعونا نتابع. نزل لهم دروب بطانيات وزوالي حتى ماكو للصبح. باوع 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 توك توك تعرض لحرق بعد إصابته بقنبلة دخانية، مما أدى إلى احتراق هذا التوك توك ونجاة صاحبه. قام المتظاهرون على الفور بجمع مبلغ مالي له لتعويضه عن هذا التوك توك بموقف جميل من الشباب المتظاهر. دعونا نتابع هذه الحملة للتبرع. حتى لو ربع دينار يا ولد، يا ولد حتى لو ربع دينار. كل جاي كل جاي يا ولد، تبرع لمتفق يا ولد، ولد حتى لو ربع مرة يبقى ما تقصر فيه. موقف آخر في ساحة التحرير بعد احتراق عجلة توك توك أخرى بقنبلة دخانية. كذلك قام الشباب بجمع مبلغ مالي له وتعويضه عن عجلته. فلنتابع. حسبي الله ونعم الوكيل. عايشيدك حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. نذهب إلى تفاصيل الخبر الرابع من هذه الحلقة، حيث تستمر التظاهرات للجاليات العراقية في المهجر. في العاصمة السويدية ستوكهولم خرجت تظاهرة تضامنية مع متظاهري انتفاضة تشرين في العراق. دعونا نتابع هذه التظاهرة من السويد. كذلك خرجت تظاهرة للجالية العراقية في مدينة هامبورغ الألمانية تضامنا مع المتظاهرين في ساحات التحرير في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية. دعونا نتابع.
احفظ شاعريتك، احفظ شاعريتك، انت محشوم يا عراقي، احفظ شاعريتك وانت محشوم، ترى تنزل راس كلمك عشرة انجاز. وقدرت هواي بغداد هواي هواي وجوه خلوه ابو الدكتور وغيره حيل مقياس وجهي الاخ مبين اول باتي خبريح بعد امتار التكنيز الانفاس ولو يغرك لو يغرك واحد من خضراء وصوته معروف ترى ايش قد عالي الجبل بالرجل ينداس ترى ايش قد عالي الجبل بالرجل ينداس سلامتكم سلامتكم الوطن والآن إلى فقرة هاشتاغ. هاشتاغ اليوم هو الاعتصام الطلابي، حيث أطلق العراقيون على موقع تويتر هذا الهاشتاغ تعبيرا عن الإضراب والعصيان المدني الذي أطلقه طلاب المدارس والجامعات في بغداد. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الهاشتاغ. مصطفى حامد غرد: كل فئات الشعب توحدت من أجل قضية واحدة وهي الوطن. علي قال: القمع والعنف في العراق يتم من طرف واحد وهو الحكومة العراقية والأحزاب وميليشياتها. همس غردت: يا رب تنكسر الإيد اللي ضربت الطالبات اليوم وما عنده شرف وغيرة اللي ما يحرص ويحمي بنات بلده. يمامة الشمري غردت: سأخرج اليوم إلى التظاهرات السلمية، طالبة في جامعة الكوفة تربية بنات في النجف الأشرف، ونشوف منو راح يبقى على أرض العراق، هم لو إحنا. الاعتصام الطلابي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.